الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صلاة النبي. أيوة عم حسين. مش حلبيش يا عم يسار مرجان. ايوه ابو عبد الشكور اوس يا ابو عبد الشكور اوس اوس يا ابو عبد الشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي مشاهدين قناة نعات رحالة، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم أخوكم سامح الخوالقة. بمشيئة الله النهاردة فيديو جديد هنجهز مع بعض عدة التصفيق من الألف للياء. أتمنى لو الفيديو عجبكم ولقيتوا فيه إفادة دعمونا بلايك، ولو أول مرة تشوفونا اشتركوا عندنا في القناة. يلا بينا يا جماعة. بص يا جماعة، رحلات التصفيق بتاعتنا أنا هنتكلم النهاردة عن رحلات التصفيق من اسكندرية. رحلات التصفيق من اسكندرية بيلجأ ليها صيادين العازب وصيادين المالح في الأوقات ديت اللي هو شهر 3 أو 1 و2 و3، لأن الصيد في العازب يعتبر من عدمه في الوقت ده. فبتبدأ صيادين العازب اللي زي حالتنا أنا بنصطاد عازب وملح، بيبدأهم يروحوا على رحلة التصفيق. رحلة التصفيق عشان نطلع رحلة التصفيق في حاجات لازم نعرفها قبل الرحلة، من ضمنهم مثلا العدة اللي احنا هنصطاد فيها. طبعا احنا لينا فيديوهات كتير، هنسيب لكم رابط لاحتراف صيد السمك تصقيط ان شاء الله في الوصف. والنهارده ان شاء الله هنجهز مع بعض عود التصقيط من الالف للياء. عود التصقيط يا جماعه اللي احنا بنشتغل بيه بمصر في الاخص في اسكندريه، احنا بنحتاج معانا عود صب. دي ماركه من عند اخونا وحبيبنا محمد الاسمر. العود ده اسمه كروكودايل، عود مترين متر سبعين. انا المقاس المحبب ليا انا 2.70 متر او 2.40 متر. زي ما انتم شايفين العجينه ديت كده مخضره كده عاطيه لزرق. في معايا حاجه تانية، معايا عود تاني برضو اسمه كراون. العجينه دي اللي انتم شايفينها برضو خضره بس مصفره شويه. انا اشتغلت بالعود ده حاجه محترمه جدا اللي هو الكراون ده. ثواني، ده مقاسه 2.40 متر. انا بالنسبه لي يا جماعه 2.40 متر، 2.70 متر، 3 متر مناسب للتصقيط. في ناس طبعا بتحب اقل من كده، ولكن ده مش مناسب بالنسبه لي. انا حسيت ان المقاس ده وانت بتشتغل بيه هتلاقي نفسك مرتاح وانت بتصطاد. طبعا ده بالنسبه للعيدان الصب. العيدان ديت سعرها ما بت يعني مثلا عندنا في مصر حاليا في الوقت اللي احنا فيه ده، احنا في شهر 3 2023، العود ده ما بيتعداش ال 150 جنيه، هو المفروض اقل بس ما بيتعداش ال 150 جنيه. في عندي حاجة برضه شعبي زي ده كده، ده 3 متر. الكاست بتاعه زي ما انتم شايفين من 100 ل 300. الشغل دوت كان جايلي من مصر، العود ده برضه شعبي ولكن حاجة محترمة برضه. ده عود 3 متر. عود تلسكوب برضه ممكن نشتغل بيه ايه؟ نشتغل بيه تصقيط. هو عود جبر 3 متر، حاجة برضه ايه؟ كويسة. في ناس برضو بتصطاد بحاجه كوري زي مثلا العود اللي معايا ده، بس ده طبعا عود غالي
المفروض ايه؟ انا يعني بنبقى متخوف شويه وانا بنصطاد بعود زي ده، بنبقى حريص. ده 3 متر 60، الصلابه بتاعته 25، الصلابه اللي هو نسبه الصلابه اللي فيه اللي هو الجبران، احنا بنقول عليه جبر بلغتنا. العود اللي هو صلابته 25 ده ممكن يرمي او ممكن نحطه عليه رصاصه 200 جرام عادي. طبعا ده كوري عود كربون زي ما انتم شايفين اهو يا جماعه. دي كده الثلاث عيدان اللي احنا ثلاث انواع بنستخدموها في التسقيط. وانا طالع رحله تسقيط يا جماعه بنحتاج معايا مكنه تكون مثلا 8000 5000. دي مثلا حاجه دي اسمها بولوس اكس، دي انا اشتغلت بيها، دي برضو كويسه في التسقيط. المكنه دي 5000. معايا حاجه اسمها سي سايت، المكنه دي ممتازه جدا، انا تقريبا داخله معايا في 3 سنين او حاجه زي كده. دي 10000، مكنه كويسه معايا طبعا في التسقيط، في شغل التسقيط من 5000 ل 10000. دي المكنه اللي احنا هنشتغل بيها. هنبدا كده بالراحه كده ان شاء الله نجهز بس العود، واحنا بنجهز هنقول كلام بين السطور، يا ريت تتابعونا خليكم معانا. طبعا ده العود بتاعي اهوت، العود ده جديد اهو ان شاء الله هنشتغل بيه. عشان نركب المكنه بتاعتي اهي، بنحط المكنه في القاعده بتاعتها دي كده، وبنرجع ايه نقفل عليها كده. بعد كده طبعا العود الصب ده بيبقى فيه حلقه كده اساسيه هنا اهي، وبقيه الايه الدبل بتاعته الثانيه اهي كده اهي، دي كده دبله الثانيه. ثلاثة أربعة خمسة، بنجيب دي من هنا كده إن شاء الله. وبنقفل عليها إيه الحبسة بتاعتها. طبعا يا جماعة أنا بعد ما دككت العود وعديت منه الخيط بالطريقة دي زي ما أنتم شايفين، انا معايا فله صغيره كده بنحب انا نصطاد بيها. الفله دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها بنحب ان بتبقى علامه للشعر بتاعي في الميه، وفي الوقت نفسه بتحافظ بتعمل مصد بيني وبين الايه وبين الدبله، بين الدبله اللي هي القداميه اللي هي بيقولوا عليها الريان. تمام يا جماعه، بنعد انا الفله بتاعتي الصغيره دي. ده مدور، محتاج مدور كبير شويه، ده المدور بتاعي، هنربط المدور بالطريقة دي. عبد الخيط كده عادي خالص، نمسك الخيط كده على ايدي وبنبدأ ايه نلف كده على ايدي. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وبنرجع نعدي الخيط ده من الحلقة ديت، واحد اتنين، وبنرجع ايه نقعد مشنقة كله على بعضه. المدور بتاعي بقى كويس، الفله دي كده. الرصاص اللي انا بنحتاجه في التسقيط يا جماعه، لازم في كل رحله تسقيط يبقى معايا رصاصه 200 جرام. ليه؟ عشان اوقات النشره بتاعتنا بتكدب، فلو النشره كدبت ممكن نبقى احنا طالعين على شغل اسمه وعر، الوعر ده اللي هو الارض بتاعنا صخره وارض قريبه، فنضطر اننا نطلع غزيله، غزيله يعني ارض غرق والارض بتاعتها رمله، فبنحتاج رصاصه تقيله عشان تنزل في الميه بسرعه لو في تيار ميه، فلازم يبقى معايا رصاصه 200 جرام. يليها طبعا لازم يبقى معايا رصاصه 100 جرام. بعد ال 100 جرام لازم يبقى معايا رصاصه 80 جرام. بعد ال 80 جرام لازم يبقى معايا رصاصه 60 جرام. طبعا بتحتاج طبعا استبن لكل واحده من دول، يعني ممكن مثلا تكتر من ال 80، ممكن تكتر من ال 100، ممكن تكتر من ال 60، وبيكفيك في كل طلعه واحده بس ايه 200.
بعد ما اتكلمنا عن الرصاص يا جماعة، هندخل على السلاح اللي احنا بنشتغل بيه. في كذا سلاح بنشتغل بيه في رحلات التسقيط، سواء شغالين على الغزيلة او شغالين على البعار. من ضمنهم مثلا ده سلاح مهم اللي هو الكفتة. بنقول عليه كفتة يا جماعة عشان المعلقة بتاعته طويلة زي ما انتوا شايفين، ايه زي ما انتوا شايفين كده، تمام. في سلاح تاني ده اللي هو بنقول عليه الكرش، ده برضو بنحتاجه. ومعايا السلاح اللي هو الملوي. دي التلات انواع اللي انا بنحتاجها في رحلات التسقيط. او بنفس الطريقة دي كده زي ما انتوا شايفين، دول التلات اسلحة. ده الايه وده الايه وده الايه. السلاح اللي هو الكفتة بنشتغل بيه على الرملة او رحلات الغزيلة. بالنسبة للكرش بنشتغل بيه بين مثلا الرملة وبين الايه وبين الوعر، في اراضي كده بتبقى اسمها حرف وعر. السلاح الملوي بننزل عليه لما نبقى مستهدف سمك الدنيس، في مواسم كده وفي اراضي كده بتكون عليها سمك كتير خالص، فبننزل بالصنار اللي هو الايه اللي هو الملوي. هنجهز سريع كده سبحه التسقيط يا جماعه مع بعض. وانا بنعمل سبحه التسقيط يا جماعه انا محتاج خيط زي ده. طبعا لو انا رمالي هنا 30 هيكون الاساسي بتاعي 40، تمام يا جماعه. لازم نخلي مقاس الرمال اقل من رئاس الارمله الاساسيه، تمام. اول حاجه بنعملها بنعمل عقده زي كده، بنمسك مثلا الخيط بالطريقه دي كده اهي يا جماعه، وبنربط الايه العقده بتاعتي 1 2. دي كده عملت عقده كويسه وجامده وسهله، مش هنحتاج نعمل عليها اكتر حاجه من كده. خلي بالكم من مكان العقده دي يا جماعه. بصوا يا جماعه، العقده بتاعتي اهيت، وده المضور. هنيجي مركب العقده في المضور وقافق المضور، بقينا كده العقده اهيت والمضور بتاعنا ماشي. بنمسك انا طبعا بالطبيعي لازم انا بنبقى مرمم الايه مجهز كام سنار زي دول. طبعا انا هنفترض ان المشاهد بتاعي ما يعرفش حتى يرمل السنار ده، فهنبدا نرمل سنار ليه. انا الخيط بتاعي ده 30 والارمله الاساسيه ديت 40. بناخد مثلا طرف زي كده 25 سنتي على سبيل المثال، وده سلاح كفته صغير 6 هنشتغل بيه بكره ان شاء الله. هناخد منه فرد، ده فرد سلاح اهوت. هنبدا نرمل الاول الفرد ده او نجهزه. بناخد انا عقده كده طرف كده، والطرف الثاني بنجيبه عكس بالطريقه دي. نبدا ناخد الطرف ده نلفه بالطريقه دي. في عقد تانية بس انا بنحاول نسهل لكم ونجيب لكم اسهل عقدة بالطريقة دي كده، وبنرجع نشد ايه الطرف ده، تمام. بعد كده الزيادة دي بنقصها، لو معاك مقص قصها بيه، انا عشان متعود فمنجهز بايه بسناني. الفرد ده جاهز اهو. اما نيجي نربط في الطرف بتاعي انا العقدة بتاعتي بالطريقة دي كده اهيت، بنجيب الفرد ده بنوجهه اتجاه الايه العقدة دي، بس مثلا ايه بنخلي في مسافة بينه وبين العقدة 2 سنتي مثلا. وبعد كده بنمسك الخيطين دول مع بعض بالطريقة دي، ونبدأ ايه نلف، نعمل عقدة كده صغيرة كده، ادي 1 2 ونعدي الخيط، ادي 1 نعدي كده، دول عقدتين. بنبدا ايه نلف الخيط، نقعد الخيط بتاعي بالطريقه دي، تمام يا جماعه. بنيجي بعد كده الفرد ده بنيجي منزله مثلا كده، طبعا دي زياده بنقطعوها اهي، بنيجي بعد كده الفرد ده بننزله هنا، وبعد ما بننزله
بالطريقة دي. بناخد المقاس بتاعي، بنسيب بعض منه ايه برضو 2 سنتي او 3 سنتي، ونبدأ ناخد المقاس ده ونجيب السنار التاني، نيجي رافعه لفوق موجهه اتجاه الايه العقد، ونيجي ماسك السنار ده كده بنفس الطريقة دي كده، ونرجع برضو نلف، ادي واحد ونعدي، ادي واحد ونعدي. بعد كده ايه بنربط، بنبدأ نرص الصنانير بتاعتي. لو هنصطاد غزيلة اللي هي الارض بتاعتي رملة ونزل على غرق، المفروض ان انا معايا، كنا زمان بنحط 7 او 8 صنانير وبنوصل ل10، دلوقتي بنستكفي ب6 صنانير او 7 صنانير. لو هنصطاد وعر يعني الارض بتاعتي صخر، بنحط 4 او 5 صنانير، ده كبرنا. بنيجي بعد كده يا جماعة، بعد ما بنخلص الرصة دي بنجيب الايه الرصاصة بتاعتي بنعديها عادي، بعد ما بنعدي الرصاصة بتاعتي بنحبسها يا اما مدور يا اما فلة سيجارة. خليكم معايا نجيب لكم الاول مدور. بنربط مثلا، بنجيب المدور كده وبنيجي معديه من هنا، وبرضو نفس الربطة اللي انا متعود عليها، صبعي كده 1 2 3، وبنعدي 1 2، ونبدأ ايه نخنق. بقت الرصاصة بتاعتي كده ايه مقفولة بالمدور، وادي السبحة بتاعتي. لما انا وجهت الصنانير ديت لفوق عشان لما نيجي نصطاد يبقى السنار ايه مايل معايا بالطريقة دي، ما يلفش معايا على الخيط. طبعا بنرص بقية السبحة بالطريقة دي، وكده يبقى انا جهزت عود التصقيد بتاعي، ونتوكل على الله. ثانية نعمل لكم ربطة السجارة او فلة السيجارة. فلة السيجارة لو انت ربنا معافيك والحمد لله ما بتدخنش، ممكن تشتري الفلل دي جاهزة موجودة عند اي حد بتاع دخان، فلة نظيفة اهي. طبعا لو انت بتدخن هتستخدم الايه الفلة بتاعتك. بنعدي برضو الرصاصة، قفلت. بنجيب بقى ربطة الفلة يا جماعة، بنمسك الفلة كده بالطريقة دي اهي، ونلف الخيط بتاعي ده كده، دي 1 2 3 4 مثلا، وبرضو نفس الرابطة اللي انا متعود عليها اهي بنفس الطريقة دي، بنمسك الخيط ده اهوت نفس الرابطة اللي انا متعود عليها، ادي 1 2 3 4، وبنرجع ايه نعدي الخيط بتاعي بالطريقة دي كده ونخنق. بعد ما خنقت بتبقى الرصاصة بتاعتي بالطريقة دي. طبعا الرصاصة لازم تبقى حرة عشان لو وعرت يبقى في امل ان هي تسلك ايه تسلك نفسي. بكده ان شاء الله نكون خلصت الفيديو بتاعي. انا اسف على الاطالة، ولكن لازم الفيديو ياخد وقته. تحياتي ليكم، كان معكم اخوكم سامح الخوالقة. ما تنساش لو الفيديو عجبك تشترك عندنا في القناة، ولو اول مرة تشوفنا تعمل لنا لايك. نتمنى ليكم التوفيق ان شاء الله. تحياتي ليكم، كل سنة وحضراتكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.